أيامته الجامعية بين الممنوع والمسموح، بين العلم والسهر والتسلل تحت جناح الليل. أسوار تخفي خلفها حقائق مثيرة لمافيا تلاعب بطالبات قدمنا من مختلف مناطق الوطن ليقعن فريسة بين أيدي تجار الحرام. استبدلوا دفاتر العلم التي تحملها الطالبات نهارا وحولوها إلى قارورات خمر ليلا. فريق سري جدا أراد هذه المرة أن يفتح ملف الإقامات الجامعية للبنات في الجزائر. فهل تحترم القوانين الداخلية المعمول بها؟ أم من يدخل إليها يجد الأبواب مفتوحة؟ لم يكن دخولنا سهلا إلى بعض الإقامات الجامعية في مختلف مناطق الوطن، فرغم المخاطر التي واجهتنا تمكنا من ضفر ببعض الشهادات الحية والصور التي نترك لكم وللجهات الوصية الحكم عليها. الجامعية بين التسيب، الإهمال وحالة الفوضى. تعبث فتيات بمصيرهن داخل الإقامات التي أصبحت جدرانها وممراتها السرية تخفي مشاهد لا تليق بمستوى التعليم في بلادنا. فتيات في مقتبل العمر حظينا بتأشيرة الذهاب إلى الجامعة، غير أن منهن من لم تلتزم بأدبها واخترن قانونا خاصا سطرته مافيا التلاعب بالطالبات داخل الإقامة الجامعية. ورغم أن نهارهن يبدأ بانتظار حافلات النقل للدخول إلى المقاعد الجامعة، إلا أن غروب الشمس وسكون الليل يحمل معه أسرارا وحكايات بنات لا تنتهي. قرر فريق سري جدا أن يخاطر بالاقتراب من تلك الفتيات واختراق الشبكات التي تحرض البنات على الانحراف، وقرر وضع خطة الدخول إلى الإقامات الجامعية للبنات دون بطاقة الطالب. توسطت لنا صديقة أخذتنا إلى مدخل إحدى الإقامات الجامعية بالجزائر العاصمة. الفتاة تعرف جيدا كيفية التعامل مع عون الأمن المكلف بمراقبة بطاقات الدخول الخاصة بالطالبات، خاصة وأنه حسب ما أخبرتنا يعتبر عشيقها. دار نقاش مطول بينها وبينه، وخلاصته إمكانية إدخالنا للمبيت داخل الإقامة دون بطاقة. ليأتي نحونا نفس الشاب، ولم نتفاجأ كثيرا حتى عندما أخبرنا أن أغلب الداخلات إلى الإقامة ليس لهن أي علاقة بها، وكان ذلك هو بداية التحقيق. دي بيجي طوم لا هذا دون فيلم بتاع العمر ديالك. انا عندي تخصص ديالي. علاش عطينا ليسونسييل؟ لا 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 ضحكتي وانا نمشي ماشي كيما سرقوني. سرقوني بالضحك. هاك البيرة عمر قولي لهم تحت الشامبرا ديال زنها كانت معايا في النهار ديال زنها لتحت في الريتور نجيبها منك. شي سرقوني داو لي كاع كوارتا. علاش روحي هاك فهمتيني ميساج. بعد الدخول كانت الوجهة إحدى الغرف داخل الإقامة. رغم أننا كنا نحمل الكاميرا الخفية معنا، إلا أننا احتراما للمشاهد الكريم لم نرغب ببث بعض المشاهد والصور لملابس فتيات داخل تلك الغرف. لم تنزل السجائر من أيديهن خلال جلستنا، كان كل حديثنا
حول إمكانية الخروج ليلا مع رفاقنا. أخبرتنا الطالبات أنه بإمكاننا الخروج في أي ساعة نشاء لأن أعوان الأمن يكونون نيام. زعما تيقولي لي لحقتي اللي بارو عاوتاني ما دقتو نهربو بصح نورمال اللي بارو عادي فلازم واحد يسنى من هيك ايه ما لازم غير تلحقي تركبي داخل الطوموبيل وتعطيها ومن بعد في الليل وقتاش تدخلي صباح تدخلي ربعة الخمسة تاع صباح ومين تدخلي وما يلقاش لاجون خرجنا من الغرفة التي كنا فيها محاولين التجول في أروقة العمارة. لفت انتباهنا شباب كثيرون يتجولون داخل الأروقة دون أي سبب، خاصة وأننا لم نفهم طبيعة عملهم بالتحديد لأنهم لا يرتدون أي زي رسمي إلا إذا كان السبب هو رؤية الفتيات بملابس غير محتشمة هناك. فيما يخص توظيف أعوان الأمن أو توظيف الموظفين بالإقامات الجامعية، هو التوظيف يتم على مستوى مديريات الخدمات الجامعية. احنا رانا تابعين مديرية الخدمات الجامعية الشرق. توظيف كل العمال بما فيهم أعوان الأمن يتم على مستوى مديرية الخدمات الجامعية، وأنا على ما أظن أنه هناك شروط للتوظيف، الشروط في السن كما الاخت طلبت قالت لي كاين لي جون ودي زاجون سيكوريتي صغار تو. انا نظن انه تما السن اللي يلحق السن للعمل بلاك وعنده فيه توفر فيه الشروط اللي راهم طالبينها فيما يخص التوظيف الي ريكروتي صح. فيما يعني كي سوا يعني كبير ولا دي جون ولا احنا ما نقدروش كاين قانون داخلي تاع الوظيفة، كاين قانون الوظيفة العمومي وين ما ليميت بالاج يعني كيكون صغير الى 22 الى 25 ولا هذيك وعنده الحق عنده كل الوثائق اللي تسمح له باش يتوظف فوالا. على الاقل اليوم هذا ما يروح العمل لي زون يشوفوهم يتبعوهم كي دي جون راه مع البنات البنات ديجا هما ديجا كي فوالا ممكن وانا يعني ما تسمى كما نقولوا ما غطيوش الشمس بالغربال. انتم راكم تعرفوا باللي في بعض الاقامات في بعض الاحيان يقدر يكون يعني تقدر تكون اعتداءات من الطرفين طالبه ولا عامل ولا صدر لا في اون كوميونيتي هي اللي مي هذا ما يمنعش ان نوظفوا بصح راهو عنده لازم يكون عنده تعليمات يمشي عليها تعليمات. احنا الدوريات الليليه ولا الدوريات في النهار لازمهم يدوروا في الاقامه. لاحظنا ايضا طالبات يتجملن بطريقه تبين خروجهن في سهره. لم يكن امامنا سوى البقاء وراء احدى النوافذ والترقب بكاميرتنا اي محاوله خروج غير قانونيه. كانت الساعة تشير إلى منتصف الليل عندما بدأ سيناريو التسلل. فتيات يرتدين ملابس قصيرة يخرجن من ثقب بإحدى جدران الإقامة، والغريب في الموضوع أن لا أحد ينتبه لهن، والوجهة سيارات فخمة تنتظر فريستها على الطريق السريع. لم نبرح النافذة حيث كان هدفنا معرفة إن كان ذهاب الفتيات بدون عودة. إلا أننا قبل بزوغ الفجر رأينا من بعيد نفس السيارات تنزل نفس الفتيات اللواتي تكون طريقتهن في العودة إلى الغرفة الانبطاح والاختفاء خلف الأعشاب والقفز وراء الجدران.
التيوبات يعني جو في اتخ فرونش. المسؤولية الكبرى والمسؤولية الأولى والمسؤول الأول على الإقامة والتطبيق هو المدير. المدير هو المسؤول الأول. بصح المدير يعني كما نقول حنا يد واحدة ما تصفق. المدير عنده توت ستاف تكنيك اللي نورمالمون يمشي معاه. الله يبارك عندنا خمسة رؤساء مصالح وكل مصلحة عندها دي شيف دو سيكسيون رئيس فرع نورمالمون يعني التسيب. لو كان أنا نقول يلزم المدير يكون واقف ويلزم الستاف تكنيك يكون واقف معاه باسكو وحده ما يقدرش. اذا ميم صديق انا جو بوتيتر كي اون كومبليسيتي بوتيتر كي لا سالي وبالك الناس ما تعرفش تخدم بالك الناس راح تخدم ما وراولهاش كيفاش تخدم. يعني المشكل يقدر يكون من عده جهات. التسيب هذا يقدر يكون من عده جهات. لاجون دو سيكوريتي بوتيتر كي لايتي ريكروتي جديد ما يعرفش بالك ما على بالوش بلي الطالبه عندها الحق ولا كاين بعض الطالبات والطالبات ثاني ربي يهديها. طالبه تجي تحاول تخرج على الساعه تاع الليل ولا 10 تاع الليل نورمالمون ديجا هي اصلا دو با اوزي أدوات أوزي ألي لا للعلم والدراسة تدخل على 8 خلاص سيبا. وإن كان حال الإقامة على هذا النحو فإن التسيب وصل أيضا إلى التلاعب بأوقات دخول الفتيات إلى الإقامة. فمثلا تشير التعليم إلى أنه يمنع منعا باتا دخول الطالبات إلى الإقامة بعد 7 مساء. لاحظنا أن كل التعليمات تضرب عرض الحائط ولمسنا حالة من التسيب تصل إلى خارج محيط الإقامة. دخول وخروج هذه نقطة تخص المؤسسة كل مؤسسة وكيفاش تحب تقنن هذا وهذا يكون يعني في إطار إحنا المشكلة الوحيدة نتاعنا أنه يعني الأمن والأمان للطالبة. خرج قداش أنه كاين كومبليسيتي بين أعوان الأمن والطالبات؟ Si je vous réponds à cette question, c'est une accusation. C'est une accusation à tort. Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas dire une complicité ou là. Donc, je ne pourrais pas vous répondre sur ça. Donc, je ne peux pas dire la complicité comme je ne peux pas dire. Il faut que les gens ne soient pas dire. Il faut qu'ils soient dans le monde. ركنا سيارتنا على مقربة من هناك. وحذرنا الكاميرا لنقف على خروج فتيات في أوقات مختلفة من 8 مساء إلى 9 و10 ليلا. كل هذا يجري من الباب الرئيسي وأمام أعين أعوان الأمن. دونك يفضل أن نفعل انكيت دابور باش نعرفوا علاش الطالبة خرجت وكيفاش خرجت وشكون اللي خلاها تخرج باش نشوفوا كيفاش. لو كانت تكون طالبه خرجت باغ فورس وضربت وقالت نخرج ويلزمني نخرج وتسكيسونسي انا كمدير الاقامه العاليه جو لا في باسي اون كونسي ديسيبلين افون دو لا في باسي اون كونسي ديسيبلين نجيبها عندي للمكتب ونتفاهم معاها ونقول لها دوك انا نعيط لوالديك لكن يجي الاب تاعك الوالد تاعك والوالده تاعك يقولوا لي بنتي احنا رانا مسرحينها تخرج على 9 و10 تاع الليل تما نشوفوا كيفاش يديروا كي اوتوريزاسيون باترنيل ونشوفوا كيفاش. مي لكان كانت في بقوه وكانت بالك حال التسيب كما قالت الزميله تاعك ولا كان اون كومبليسيتي دونك لي دو فون بيي الطالبه الفا باسي اون كونسي ديسيبلين ومن بعد هو مجلس التاديبي هو اللي راح يحدد العقوبه. دونك سا ديبون سي لا في تعرف بالخطا وتقول غلطت وما كنتش على بالي وهكذا نشوفوا يعني العقوبه درجات. ولو كان تكون كومبليسيتي من عون الامن ولا تكون كومبليسيتي من يعني نيمبورت كيل موظف لهنا هذاك الموظف يحال على المجلس التاديبي اللي يكون على مستوى مديريه الخدمات الجامعيه. واشك شنهار دخلنا لا سيتي خرجتي بنتي ماشي خرجتي بنتي تسمى خرجتي سهرتي برا. لا سيتي تغلق 20 تاغ انا خرجت 10 بصح كيفاش هادي؟ باسكو كاين ناس الداخل يعاونونا باش نخرجوا. كيفاش؟ احكي لنا كيفاش يعاونوكم؟ باغ اكزومبل كاين لي زاجون تقدري تمدي لهم تشيبا كومون كيفاش كيما نقولوا حنا تشيبا يخلوك تخرجي. كاين زعما دي كاميرا بصح هما يحبسوا السيستم باش يخلوا البنات يخرجوا يخرجوهم في لومبيلونس يخرجوهم في الفواتور اللي داخل باسكو كاين دي زابيتون الداخل. كيفاش يخرجوهم في الفواتور هادو؟ في لامان. وفي لومبيلونس ترجع رحى مريضة؟ مريضة عندها ايرجونس ولا من بعد تروح ما تقولهاش. أما وجهة الطالبات فهي محطة النقل للتلاقي مع عشاق في جلسات وناسة وتحت غطاء سواد الليل.
شايف هادو اللي جان كاع اللي راهم هنايا كل واحد عنده وحده فهمتي كيف دار واحد عنده وحده كيما انا عندي وحده عرفتها صافي انسومات فهمتي انسومات انا نجي هنايا نرفدها فهمتي عرفتها ديجا خطره كنت ندور هنا في الطوموبيل قلت كيما حاد اللي جا واحد ما يخدم ما عنده ما يدير عشيه عشيه نجي ندور هنايا انا مع رفدتها خطره اللي صار باديجا تعشينا كيف كيف او ترجعتها بكير الساعه 7 رجعتها 8 وبعد لا دوزيام فوا طولنا مور 8 قالت لي ما فيش تخلصي في كيفاش سيت هضرت مع هذاك لاجون با شغل شي اللي عرفت فهمت روحي عطيتو 100 دينار دخلها تروزيام فوا كتشوفي عاود تولي لا تروزيام ديتها ما وليتش حتى الصباح وحنا اون سواري كانت سواري اورغانيزي ديتها معايا يسمى انت كي تحب تخرجها ل 10 تاع الليل ولا 11 تاع الليل تتفاهم مع لاجون نورمال تطفي نورمال كاع الناس على بالهم بهادشي. وجهة أخرى في هذا التحقيق تمثلت هذه المرة في مساومة فتيات الإقامات الجماعية على قارعة الطريق أو كما يقال لها الراكولاج. وقفنا أمام إحدى الإقامات الجماعية على أساس أننا خرجنا من هناك ولم نصدق العدد الهائل من السيارات التي كانت تتوقف أمامنا في كل مرة. وهنا تبادر إلى أذهاننا سؤال واحد، لماذا دائما تعتبر بنات الإقامات الجامعية فارسة سهلة لكل شاب يمر عليها؟ فساد الوسط داخل الإقامات الجامعية ليس حكرا على ولايات الجزائر، وهو الأمر الذي اكتشفناه خلال هذا التحقيق. بعد أن قصدنا ولايات غرب الجزائر ودخلنا إقاماتها بطريقة جد عادية دون أي بطاقة، كانت غرفة إحدى الفتيات المعروفة بسمعتها السيئة وسط الطالبات. أخبرنا المدعوة سوسو أننا في مأزق لأن إحدانا لديها صديق ينتظرها خارج أسوار الإقامة. وحتى تصدقنا أسمعناها مقطعا من الاتصال. تعاطفت الفتاة معنا وأخبرتنا أنه لكسب أعوان الأمن على الفتيات التودد لهم وشرائهم مقابل مبالغ مالية أو عن طريق مجالستهم داخل الغرف. زعما
نديرو حاجه ها ما تخرج من عند لي زاجو نكتبو شكرا بعد أن أخبرتنا سوسو بالموضوع قصدت أحد الأعوان الذين تتعامل معهم في العادة وهذا لإقناعه بإخراجنا. طالت مدة الحديث لكنها في الأخير تمكنت من إقناعه بالسماح لنا بمقابلة الصديق. لما مبات يا خوك وليدي ما لا بالي صعب ليجي هيا لا بالي سلام فيك ما واحد ينقل لدروي هدو ليزي يدي وقلت واحد ينقل يجي من ليبتو ناقوها ما تولي صح ما يمدي كل عيب بلك هذا لحظ انتظرنا لساعات وعند الفجر فتح لنا العون الباب وتسللنا خلسة من الباب الرئيسي للإقامة يضرب كيجي عندي هنايا يقول لي نتهلا فيك منا هادي عاود اخترت قاع نخمم الخط لا غالب دروك باش انا نستنى الشهر باش يجي وهادي وهادي بزاف هذيك هي يجي يقول لي نتهلا فيك منا يعطيني ديك 3 سنوات هادي بو هي وكيفاش عندها هادو تكون تعرفهم ولا والو البنات هادو البنات كاين اللي نعرفهم هكا باينين اذا صروكم باينين خطرات يجوا عندنا تما خطرات يعرضونا الفوق اي نروحوا نتعشاو عندنا نطلع عندهم الداخل نسهروا معاهم تما نتعشاو نعاونوا عندهم عرفت ماشي مليلة تطلقنا البنات هذوما انتم تعرفوا كي تعرفوهم ملاح هذا خطاشوا عندهم كيما قلت لك المديره نتاعهم عندهم بالك معاهم هضره معاهم هي كومبليت معاهم ما نجيبش انايا برك نكون نقولها لا ولا برك شحال المديره انا نعيش نطرد اثنين من الخبزه تاعي وهذا شحال ديموندي انت زعما من عندك ما تخلي البنات يخرجوا هذه بو خطرات هي بلا ما نقول لها تعطيني 150 صافي فوق كيما يكون شكاين تعطيني 60 70 خير موالو بعدها كيما قال لك عندي باش نصبح الصباح تعليم ساعة اليوم هكا تخرجوا العشرة كي تنقص الحركة ولا صديق وقت 8 ساعة صديق شوف الدعوة ما كان والو ماشي كاينين كاميرا لداخل كاينين بصح نطفيهم في الوقت بيان سور نطفيهم ما تصحش عليهم شاعلين كاين ما يقول لا نشعلوهم باش ما نحرقوش اللي صارنا هاد البنات يوليو الصبح ولا اليوم على 3:30 4 صديق وقت اللي ما تقوليش الصباح وكيفاش كونتاكت بينك فهمت تبقى تعيط لي تقول لك راني داخله حاجه باينه هذيك كي تجي جايه تعيط لي في التليفون في اليوم الموالي قصدنا اقامه اخرى سمعنا انها في حاله فساد اخلاقي نظرا للتسيب الممارس بداخلها دخلنا بطريقتنا الخاصه وبقينا داخل احدى الغرف لمده 3 ايام حاولنا من خلالها معرفة كيف تسير الأمور هناك ومن هي المافيا المتحكمة بالداخل لم يكن الأمر سهلا لكننا بعد مدة من الزمن وصلنا إلى غرفة أقل ما يقال عنها أنها لا تليق بمقام الإقامات الجامعية غناء وصخب وعري ممزوج بروائح قارورات الكحول والدخان سألتنا إحدى الفتيات عن سبب وجودنا هناك. عامين كمية. هذا شراب. إحنا مش تشوفنا. شراب الجبال. آه. لا 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 ما قلناش. آه لا صح هذا. ما نشرب الجو هذا كرامي. رامي أعطني رامي. بس يعطيك الصحة والله ما تشتغلوا ديجا كي دخلتونا ديجا حاجة كبيرة ما فتشوناش هذا الاخر ما يفتشوناش 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 ما يفتشو
ماشي يقعدوا معانا خطراش يطلعوا لا شوم واه ترى معانا يقعدوا يسهروا معانا ما تفهموا معاهم نتوما فوالا ما مليحه هكذاك نتوما كيفاش نصاروا حاولنا الاندماج في ذلك الوسط مبررين ذلك بكوننا نريد الخروج ليلا للسهر فالجي شفاي مين دا كان خرجوا خرجوا نحن علاش مخرجوا عندك انت عدري ما كي حبا نخرجوا على بالك مش مواسي خرجوا تما احنا سهر ما تقدروا تخرجوا هنا في لاسيتي علاش تخرجوا علاش تخرجوا خرجوا في الليل خرجوا هنا في الليل انا وقت محدد نخرجوا فيه لا لا ما خرجوا شي ما كاش مشكله كيفاش تخرجوا كيفاش تخرجوا خرجوا سهروا دي فلو لا 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 خرجوا من الباب لا ماما ولا سيتي تغلق على 6 لا خرج منها واحد خرج معنا قاعد تفهموا معاه خرج كان مليح هذا انتما اللي كنتو كنحب نخرجوا ما تقدروا تخرجوني خرجوا اختي كاش مشكله شنو انتما كنتو كتخرجوا ترى عندي سقسي برك انا ماشي يعني سقسي لا كان زعما نحب نخرجوا كاش نقدر نخرج ولا لا لا شوفوا لك هذا هو اللي خرجنا حنا خرجكم نتوما ترى لي بروبليم دوكا عيط لي واحد شغل نعرفه قال لي لازم دوك تخرجي نسحقك ما نعرفش تعيطي لي من تستهوي عندك النيميرو تاعك هاتشوفوا عندي انا اونجي تبعت على خاطر عندي يومي لا يخرجوا خرجوا ليشان المهم قبل وحده باش خرجوا ايه هذه حاجه خارجه كنت تقولي باين نقولكم حاجه تكون تصوفوا كيما عندكم رانديفو غتلاقوا معاه ولا غتخرجوا تخرجوا تخرجوا خلاص شوفوا ها شوفي كنت شويه كنت ايه بالحجاب هذا الحجاب تخرج بالحجاب علاش هكي هكي واش تخرج بالحجاب لا انا نقولكم هكا باش حسنا نخرج بالحجاب كيفاش عارفه كيفاش كيفاش تماكيو نتوما وتلاقيتو دابا كي لو راه لا عندنا وحده تخدمنا بدراهم بدراهم ملاح واش دير كاع صافي صافي تماكي صافي سيال سهرات بيتي نشقى وحده الحمد لله لا واحد كاين يديروا مشاكل عشان عندي زوج مريض يخرجوا باش تخرجوا ليه واه يتهلاو فيك واه شعارها شكي لا على هذا كيجيو ما عندك تفهم معاهم كي غادي يجي واه تعاونت لا تلاقوا في لاطيران ولا شعال هذا هكا لا هكا ولا كي نديروا حنا نعيطوا ولا كنت تلاقى معاهم في لاطيران عايزه شتم هكا احنا المهم قبل وحده ماكاينش ديالها قالت لي تخرج فيها من داري امل هذيك هي تلاقوا في لاطير كما تلاقى من دار مع امل عاد ما يخدم معاك صافي كي تجيبي له البنات ايوه مليحه انا مذكور ما هي كي تقول لها تخلص خلاص ما تخلص ما تخلص هي باش تكفي هي كلمه كانت مسموعه هي حرفات هي من دار الجشير هي كما التعامل معروفه هنا غير قولوا معناتها مجد وكل شيء زعما تخافي كيفاه ما تقدرش ما تعرفها فهمتك سموا الفاتيه ضمانتها الهواري وين الهواري احد الاعوان الذين يسهلون على البنات الخروج ليلا ولا تستغربوا ان قلنا ان عمليه الخروج تكون عن طريق سياره الاسعاف بون ديزي عم نهبط الفواي دوك تجي ما طولش هاي معايا دوك تجي المهم على بالك كاش تخرج ما قالتليش قالت لي برك الهواري يفريها لك غادي تسير غادي دير روحك مريضة غادي دير روحك مريضة انا اها من بعد ونبديك عند الطبيبة اها هي تفوت لك بصح ماشي تفوت لك غير دير لك الفورين اللي خادم معاها لافير اها تخرجك ونخرجك غادي كي نجي نخرجك غادي تخرج نتيا ونديرها باللي صاحبتك غادي تخرج معاك باه توانسك تما في لوبيطال داكوغ اوكي هيا بيان اها ايوا نخرجوا ونشوف نتيا وين راكم رايحين بون انت حطني غير في الخرجات في الطريق دوك في الطريق نعيط لهم ونشوف وين يستناوني باش نقول لك وين ايجا ماشي بعيد ماشي بعيده
مهم قالت لك فاطي على البري ولا الدخي ما قالت ليش عليه ما قالت لي هو ري هو يقول لك شحال الدخي شحال كلش هي نورمالمون انا نخدم حاجه شويه بصح لي كي قالت لك فاطي صاحبتكم ندير معاكم بري شباب ندير معاكم 500000 500000 علاش انت شحال ما تخرجهم اكثر كاين نخرجهم اكثر راهم دروك تزوج كاين كنت نخرج وحده برك نخرجها ب 500000 غادي غير فاطي غادي ما تهليت فينا قالت لي تهلا فيهم غادي تهلا فيهم يعطيك الصحة ربي يخليك صحيت انت كي تخرج هذاك هو صحيح ما فيهاش ريسك ولا يحكمونا ولا لا لا كي راك معايا ما فيهاش ريسك يا خلاص اوكي هذاك هو صح ودوك كيفاش نديرو شوف انت يا روحي الشومبرا انت يا البلوك والشومبرا ديالك وين انا راني في البيت دوز المهم انا دوك نجيب الاخر ونعيط لك باه نروح للفرمية وعاود نجي تما نقرب لومبيلونس قدام البلوك ديالك الساعة منتصف الليل كنا ننتظر في كل دقيقة طرق الباب وبالفعل جاءنا الهواري وأخبرنا أن علينا الخروج بسرعة باتجاه سيارة الإسعاف ما يساعد الفتيات على الهروب ليلا هو السكون خصوصا في فصل الشتاء ركبنا السيارة وانطلق بنا السائق حاول الدخول في دردشة قصيرة معه لمعرفة بعض الخبايا صح انا غير سهلت علينا المهمة نعم لا فاتي يعني بيان سوا تخدم مع فاتي مع فاطي دايما مع فاطي هكذا دير تقاسموا وتخذ الدراهم ولا كيف ديروا مليح وصابة لي كليون يمدوا لكم هكا مسالفة مليحة مليحة تبغى تخرج معاه تعطي لك هادي نورمال شغل يتفاهم بيان تحت انا كافي تري قبرك وين ما كاش الغاشي باش ما باش كيجي يرفدو هناك تعرف ما استنى دوك نعيط له دوك نقول انا قريب الو نتوما مين فاتوا هنا حنا عندنا 6 ايام جينا ضياف عند فاتي هنا في لاسيتي وبعد كتعرف هادو اللي انا معاهم حبوا نخرجوا اليوم وحنا نسهروا زعما قلنا لها الفاتي قالت لنا ما تكسروش راسكم عندهم دراهم شويه وي عندهم دراهم الله فينا شويه هادوك اللي حقون قولوا لهم دوك اللي حقون نفهموا معاه حنا تفهمنا على 500 خلاص دوك اللي حقون قولوا لهم يعني درت فينا بلي ديال كيفاش خرجتنا على بالك فيها ريت صح فيها صح كاين مرات مخرجت 3 و 4 و 5 ايه ما يقوم به الهواري وبعض الأعوان يكون في تلك الإقامة مقابل مبالغ مالية كبيرة فرغم أنه أوصلنا إلى مسافة قصيرة وليست ببعيدة إلا أنه أخذ منا مبلغ 5000 دينار جزائري ركننا سيارتنا أمام إحدى الإقامات الجامعية طرقنا باب الإقامة وحاولنا إقناع أحد الأعوان بإخراج إحدى الفتيات من هناك على أساس أنها قريبتنا كاينة وحدة الداخل نحن من خرجوها أنت مشكور نحن من أدخلتها الله خالف اللي مرستة مرستة لا مرسته ما قدرش خرجها كما يكونش الولي الامر نتاعها بصح حاجه تاع اورجونس ماشي هكا واش يعني
جست معي ما هي مريضة. لا ما قلنا لها انسى. قدرش الله خال. أمام بوابة الإقامة أخذنا الفضول لمعرفة ما هي الأماكن التي ترتادها الفتيات عند خروجهن ليلا. تكون وجهتها بعد ركوب السيارات الشقق مقابل مبالغ مالية طبعا. ما تكون وجهتها الفنادق التي كثيرا ما تقبل باستقبال هؤلاء دون وثائق رسمية مثل الدفتر العائلي، وهذا نظير مبالغ مالية التي تتلقاها في حجز غرفة لساعات قليلة فقط. فهي الملاهي والنوادي الليلية التي باتت تعرف توافدا كبيرا لطالبات بات اختيارهن السهر والرقص. ولكم أن تشاهدوا معنا التالي. تدل على الانحراف غرقت بداخله طالبات، ذنبهن الوحيد أنهن لم تجدن مرشدا أو رقابة حقيقية داخل تلك الإقامات، والنتيجة ضياع وسهر وطريق مغلقة مثل ما وصلت إليه الطالبة سلمى. Je réside à la cité de Ouled Saïd. Bon, j'ai 24 ans. Bon, Karitza fait 4 ans à la fac. Bon, انا جيت من جلفة. واش تحبين نقول لك؟ دخلت في ميليو بزاف عيان. لا فاك بزاف وعره. انا كنت طفلة لاباس بيا اكسيتيرا، من جيت لافاك قريت باش قلت تبدل عليا لو موند اكسيتيرا، وليت نشرب نسطال، خرجت السهرات مع رجال، لا ليبرتي توتال، يا با سيكوريتي في لي سيتي يونيفرسيتير، لي زاجون كومبليس هاكي تعرفي لعب البنات حجاب طيرته. واش تحبيني نقول لك؟ في السيتي يونيفرسيتير عندك 8 ساعه، نورمالمون 7 ساعه سي بون تطلق لابورت،
دونك انا لافاك ديريكتومون ما نروحش لاسيتي يونيفرسيتير ديريكتومون لافاك يجوا يرفدوني وما كاش ما كاش زعما كيما نقولوا حنايا قال سجلي اسمك ولا زعما بلي راكي ابسونت ولا كالكو شوز دو سا ديجا سيتي اللي دفعت معروفه ديجا صرات فيها خطره رفدت وحده بالجوف من تما شي صباح هضروا عليها كاع في لي جورنو. لو اننا وضعنا هذا التحليل الشخصيه وتحليل هذا الوضعيه وتحليل الظاهره لوجدنا ان النقطه الاولى اللي نقدروا نميزوها هو انه محاولة دخول الفتاة أو الطالبة إلى مجال متغير تماما المجال اللي كانت فيه سابقا أي المجال الحضاري. المجال الحضاري اللي يتميز بضغوطات بأمور عديدة مختلفة في نمط معيشي مختلف عن النمط المعيشي اللي كانوا تعيشينه مقبل. وفي نفس الوقت أنه نلاحظوا للأسف الفتاة عندها ميزة تحفظ أنها بما يخص الرقابة العائلية ورقابة المحيط ديال اللي كانت فيه لو خرجت منه حتنحل وهيك حتتغير المبادئ ديالها وحتغير السلوكات ديالها باش تفرض نفسها. يعني أنا نقول من خلال اختلاط. النقطة الأولى هي الاختلاط الفتاة أو الطالبة مع الغير. مثلا تجي واحدة من الشرق واحدة من الغرب واحدة من الجنوب وهذا الميزة راهي كل واحد سيتفرض نفسها لكن لعدم وعي الطالبة سيتفرض نفسها من جانب سلبي. كانت هذه بعض المشاهد الحصرية التي تمكن فريق سر جدا من الوصول إليها فيها الدخول إلى إقامات الجامعية بدون بطاقات وغرف تقام فيها حفلات الصخب يمارس فيها كل ممنوع. أسوار الإقامات الجامعية تخفي وراءها حياة خاصة لطالبات دخلن للدراسة فوجدن أنفسهن داخل متاهات وأنفاق الفساد الأخلاقي ومافيا التجارة بالأجساد. إذن هذه بعض الحقائق المثيرة التي أردنا أن نكشفها في هذا التحقيق ونؤكد على كلمة البعض غير أن الصورة في مثل هذه الأمور تكون أكثر تعبيرا. إقامات تتحول ليلا إلى نوادي ليلية يتجول فيها الرجال داخل الغرف ويباح فيها كل أنواع الشراب في ظل صمت الجهات المسؤولة والوصية التي تعتبر الطرف الغائب في هذا الموضوع. بنات في مقتبل العمر ضحايا الابتعاد عن المنازل وعن غياب الرقابة الأبوية لكن في المقابل علينا الإشارة إلى أن بعض هذه الصور لا يعني تعميم واقع كل الإقامات التي لا تزال الطالبات البعض منها تحافظن على شرف عائلتهن. سؤال بسيط، هل ستتحرك وزارة التعليم العالي بعد عرضنا لهذه الصور أم أنها ستلتزم الصمت وربما تقول أن ما عرضناه هو من إقامة دولة أخرى؟ لنا الصور ولكم التعليق. ترقبونا في تحقيق آخر في أمان الله.